عليكم. أنا الماجي حسن، ساكن بدوار المقر، جماعة وقيادة سيدي عيسى، إقليم آسفي. الموضوع هو هذا الحكم اللي من 1978، اليوم إلى هذا 2020، دابا حكم تنفذ وحكم باقي ما تنفذش، وبجور صدروا باش يتنفذوا، ودابا واحد تنفذ وملي تنفذ بداو فيه الترامي من جديد. ودابا راه ملي بغينا ننفذوا الحكم الثاني قالوا لنا ودي خاصك دير طلب عادي نكلك المنفذ. قلنا ليه كيفاش راه بجور باش يتنفذوا؟ قال لك ودي راه خاصك تدير طلب، انا غننفذ واحد ودير طلب ونجي ننفذ الاخر. ملي سولنا على الطلب قال لك ودي راه ما كاين لا طلب لا والو. ملي شفنا المحضر التنفيذ قلنا فيه حكمين استئنافيين، يعني علاش حكم واحد منفذ ولا جوج منفذين واحد ديز بواحد واحد باقي ما دايش، ودابا راه الترامي من جديد دابا وبغينا يتنفذ علاش ما تنفذش؟ ومحضر التنفيذ فيه جوج احكام، جينا محضر التنفيذ لقينا فيه جوج احكام، واحد منفذ وواحد ما منفذش، علاش اللي ما يتنفذ بغينا ننفذو؟ ملي سولنا قال لك اودي راه ما يتنفذش، حنا دابا بغينا حكم اللي يتنفذنا. ودابا الترامي من جديد الارض راه المساحه ديالها 5 خدابة ونص، ارض راه ارض وحده، والترامي ماشي غير في جهه وحده، راه من جهه البحر ومن جهه الشتاء. هاد الملف سيدي راه من 1978 واليوم راه 2020، وعندنا الثقه في الله وجلاله الملك والقانون. حنا بغينا على قانوننا يرجع لينا، حقنا يرجعنا، راه باقي الان كنطيحو كنوضو في المحاكم راه حتى شي حاجه ما لقيناها. حكم تنفذ وحكم باقي، ودابا راه الترامي في ذاك الحكم اللي تنفذ، دابا فين غنمشيو؟ ذاك اللي غنعيشو بوليداتنا ولا كنزرعو في الطرق؟ انا شي راه عيب وحشومه. 1978 2020. السلام عليكم، انا الماجي عبد الله من قياده سيدي عيسى اقليم اسفي دوار المقر، لان انا عندي واحد المشكل مع ورثه مؤمن على نزاع في الارض، وانا المحكمه عطاتني الوراق ديالي، عطاتني محكمه استئناف الحكم ديالي، والنيابه العامه عطاتني الحكم ديالي، والله يجازي هاد الناس بخير، لان تواصلت بالوثائق ديالي ولكن لقيت مشكل، والارض تنفذ شي وبقى شي، لان كاين الترامي الاول وكاين الثاني، الترامي الاول قبل الثاني، وداروا الثاني تنفذ وبحال قسموا الارض ونفذوا شي وبقى شي، وخرجوا دارك صحيح القوة العمومية نفذت، والارض اللي تنفذت دابا راه تستعمرت، لان تنفذت في 24/10. والسيد تلقى التراك اسمه من عبادر اعتقلوا الدارك في العشية طلق في الليل 30/10، هاد الأرض تاني راه تراماو فيها دابا، راهو كحفرو شي حفار كبيرة وداو التراب ديالها وكيتلاحو مزير وجمعو فيها الحجر الأمسي وداروا شي دراك، وباقي داك الآخر متنفدش. درت شيكاية عند السيد الوكيل جماعة التحريم الله يجازيه بخير، لأن صيفطت شيكاية عاجلة للدرك، ولكن الدرك راه شهرين وتقريبا جاية لثمن أيام ولا 10 أيام باش أنا كنمشي ونجي غنجو غندير وغنجي، لأن أنا كيتفاهم بلاد مع بعضياتهم في اتساع، وأنا كنلقى مشكل اللي داير المشكل قاعد كيخدم في الأرض وسارح، واللي مسكين كيمشي راه كيضرب في هاد الشهرين عطريب وخسران والترونسبورات ما كيتسوقني حتى واحد، كيعطوني على خاطري تنجيب حالاتي وصافي، لأن كنطلب من المسؤولين الله يجازيهم بخير خذوا بعين الاعتبار هادشي راه ما مضركش، راه بوثائق وبين، راه ماشي شي حاجة غنديرها مضركة، لأن كنطلب من القانون، علاش أنا المنفذ كيقول لي أرضك دير لها طالب وهي خارجة غتنفذ؟ واخا من اللي غندير لها طالب، علاش دير حتى في محضر التنفيذ ديالك السينافين ضركتي واحد وبينتي واحد؟ غنتحاسب انا وياك نمشي، كاين القانون اللي غيحكم علينا في تاع الابتدائيه ومستانف، وبقات المحكمه في الاستئناف ما نفذوش وقال لك دير لي طالب، هو كاين في ملف واحد، هادشي مجموع في ملف واحد وارض واحده، واش باغي نديرو كل ملف ولا غنديرو واش غنديرو تاني محضر التنفيذ تاني الثالث وما غيعطيش لينا القانون؟ لان هاد الشيء راه تلوعو في القانون، وراه كنطلب من سيدنا الله ينصرو الله يخليه لينا، حنا فرحانين ببلادنا، ولكن القانون ديالنا اللي مطبق ما كتعطيه لينا المحكمة الله يجازيها، ولكن قادي المشكل بين الجدارمية والمنفذ. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.